ساوي لكم قهوة أنا. إذا ما عملت مشكلة كبيرة اليوم معناته رح تنكسر الشربة براسي. ألو جميل عم يحكي. جميل إيه فراج لحق حالك. لك لك هلا مو وقت التحقيق رح يطير الصفات. إيه صفات الحلاوة اللي حكيت لي عنه نفدنا 65 راس خيل وحلبة للتدريب بالكازيات 40 عامل وعاملة. عندي 10 خطوط إنتاج وناوي أفتح مشاريع هون. وإن شاء الله لقيت العروس. عم دور. كل ما عجبتنا وحدة تطلع مخطوبة. شو عليه؟ تترك خطيبة. كيف من كان ما رح يكون أحسن من بسان؟ بمين اتصلت؟ بفراج. اتصلت بفراج كوسار. اتصلت بك اتصلت امي بفراج. رجع اتصل فيه وقول له لا يجي. هي رنت رجله فراج. جميل شوفي شو بصفات الحلاوه. في زبون جوا بده يخطب كوسار. شو بك فايت محمود؟ جلسيلي قعدتك. مرت عمي انت بدك تبطلي لي هالدواوين ولا بدي اخبص بفشتك؟ فرتي بدي فش منيع شيطك. عيب عليك يا اخ، حسن ملابسك بس تحكي مع ستات. انت بالذات بتسكت ولا حرف احسن ما هر لك اسنانك. انت؟ وبفك النية تبعك كمان. انت؟ فرج ما بدخل عليها، هلا كسر 7 بلوكات على البلكون بفرد ضربة. شيلوا لي الترابيزات من هون وبعده من هون. ولي ولي استاذ بسام، استاذ بسام طول بالك، لا تحط عليك بعاله واشش هذا. انا واشش ولا انت بستين لسان وسبعين وش يا حربايه؟ لا تخافي يا مدام انا ما رح اذيه، بس رح فهمه انه ما بيطلع له معي. بسام الله يوفقك اتركه. بسام ارجعي لهونيك ارجعي. فراج روق روق حبيبي، بعرفك لما بتتحيوان. انا ما بروق الا اذا وقفتك عند حدك. اتصلوا فيني بالبناية وخبروني انه في عندكم ضجة هون بالشقة. على كل انا بعرف مين اللي اتصل، ما في غير هالكركمة اللي تحتنا. لا مو الكركمة وما ضروري تعرفي مين. هلا بدك تقلي إيه ما في غيرها بيتصل. هلا هلا بدي اعرف شو عم يصير عندكم هون بالشقة. عم تعمروا شي بدون رخصة ولا عندكم شي خناقة؟ شوفت عينك عنا ضيوف. كنا عم نرحب فيهم. أهلين عمو أبو شقيب. كانوا فايقين بعدين ناموا. أنا بس ضلغطت. يعني أنتم متأكدين إنه ما كان عندكم ضجة هون؟ ولو طبعاً متأكدين، بس ما في غيرها هي الكركمة بتفتري سيدي. لك ما الكركمة، ما الكركمة ما لها علاقة، فهمتك 100 مرة، لك هالشغلة قوم صح النوم. صح بدنك. وأنا هلا رح أتأكد بنفسي. الو مرحبا انا ابو شكيب. لك الشرطي الشرطي الشرطي. ايه ما الدركي. انا رئيس المخفر ما شاويش الكراكون. منيح اللي عرفتيني اخيرا. لكان هلا انت متاكده انه الضجه كانت من الشقه اللي فوقك؟ ايه متاكده يعني. طيب ماشي الحال. مع السلامه. الجماعة ما يقولوا انه الشقة اللي عندكم هي اللي طلع منه الضجة. شفت؟ بتضل تفتري، ما حدا ساكن تحتنا غيره. يا حضرة البوليس المحترم. عفوا عفوا، مين الأخ؟ ضيفنا الأستاذ بسام منعم مغترم، بطل العالم بالمفا
الباكجي. ايه شرفنا. اتفضل بقى قل لي شو كنتك تقول؟ نحن كنا عم نرقص. شو المناسبة؟ قريبا عرس الاخ فرج على الانسة كوثر وعم نحتفل. ايه الف مبروك. الف مبروك ان شاء الله. نحن مبسوط. بس نحن شو منريد غير انه يكون مواطن مبسوط. ايه بس ما ضروري دبكة. ليش شو بنرقص الشرقي ها؟ نحن رقصنا على الخفيف. بس هاي البلوة اللي تحت هلا ما عاد في الا هاي البلوة اللي تحت مسكتوها وقمتوا فيها الشاد. انا قصدي اللي بلغوكم سمعهم قوي. يلي بده ياخذ راحته لا يسكن بهيك بنايات، يروح يسكن بدار عربي قد ما بيقبس ما بيزعج حدا. انا شخصيا العرس بدي اعمله بدار عربي. ونحن معزومين. لا يا ابو شكيب انت اول واحد. بس انا ما بضل اكبهك الا على الراسه انت وقدود. يلا لا تغصونا خاطركم. سلي. وانت بتقدر تفاكشني؟ الله اعلم. مر لعندي بكره على المغفر اشرب لك كاسه شاي وخلينا نتفاكش. شو بده بهالصراع ابو شكيب؟ لك ليش يا جميل؟ بعدين متشرف بمعرفته. لا مو قصة معرفة، بس يعني بدك تفكشه بدك تفكشه، لأنه إذا فكشك رح ياكل فلقة. الله يسامحك يا جميل. لك أنا لا بدي افكشه ولا شيء، بس مشان افتخر قدام الكل وأقول اتفاكشت أنا وبطل العالم بالمفاكشة. يلا خاطركم. راعي قوات الشرطة تعمكم من الخناقة. لا ما رح نتخانق. هات راسك لبوسه. وانت هات بوسه كمان. مرت عمي امتى بدنا نساوي العرس مشان نعزم بسام وعبير؟ لك شو انا اللي بدي اتجوز؟ عندك كوثر تمحق منك إله. انا كل اللي بقوله فرج موافقه عليه. صحيح مثل ما بيقول البطل، لا تاخذ صاحب الا بعد قتلك. ولي لك شوفي 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 شوفا نازلين من هون. شو صار؟ مرتي مرتي تعبتي قلبي يا غزال قلبي تيجي شمال. تعبتي قلبي يا غزال قلبي تيجي شمال. لك شو صار لك؟ ايه فهمنا. طيب شو ساوي يعني؟ ايه فعلا راح عن بالي الموعد. محروس خلال انا 10 دقايق بكون عندك، انت اخترع لك اي حجة ان كانت. اريفيديتشي محروس. كوثر تعبتي. لا ماما انا رايحة مشوار كتير ضروري، خلي عيونك على اغراض البيت. ليش شو بده يصير باغراض البيت؟ لك كوثر شو بيعرفنا هدول عيونهم مو شبعانه. وليكن لك فكره ماما. ولا تسكري الباب البراني، خلي ابو كيروس بس يجي اذا صار شيء يولوي. انا اذا صار شيء بحط اصابيعي هيك وبولوي. انا اتصلت بفرج قلت له خليه يجي. هان علي اتركك لحالك فهمتي؟ مثل ما وصيتي. تجاوب.